ممكن كيف ما شافوا الناس اللي كنا غنتكلموا على الظلم، الظلم فاللي ظلم صلاح ماشي هو التصويت، حيت كيف ما قالوا لينا يعني التنقيط ديال لجنه التحكيم كان تنقيط يعني ايجابي والرتبه الاولى بالنسبه للتنقيط ديال لجنه التحكيم، ولكن التصويت الجمهور اللي الكواليس ديالو ما كيعرف حتى شي واحد شنو كيدور فيها، كيكون داك الشيء سري للغايه، فما يمكنش حنا نجزم باش تظلم حتى على مستوى التصويت ولا لا. فالنتيجه كيف ما شافوا الناس هي هذيك اللي تعلمت الناس في الاخر، واي حاجه غادي نقدروا نقولوها دابا ما تغير حتى شي حاجه في النتيجه اللي تقالت في البرنامج للاسف. انا عندك واحد القضيه، انا بالنسبه لرايي ورايي الخاص الشخصي واللي مبني على حقائق انا 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 اكتشفتها وحضرت لها وشي امور اللي هي اول مره غنتكلم عليها اصلا، وهي انه كاينين اصوات مغربيه تظلموا قبل ما يبانوا في التلفازه. ملي كيجي برنامج اكتشاف مواهب من الشرق وكيدير الكاستينغ في المغرب، راه 90% ديال الاصوات المزيانه اللي جات شاركت في الكاستينغ لا تستدعى. علاش؟ انه كيكون واحد بحال نسميوها ولات واحد الفوبيا من الاصوات من الطاقات الفنيه الغنائيه المغربيه. كنقول لك 90% ديال الاصوات اللي شاركت في الكاستينغ الممتازه جدا ذهبيه وماسيه كياخذوهاش، كياخذوا دوك اللي قراب ليهم شويه في المستوى كيديوهم و لا رشقت لهم غيعطيهم اللقب، ما رشقتش لهم كيصيفطوهم بحالهم يعني باش يكون واحد المستوى. كاينه كنقول لك اصوات ذهبيه مستوى عالي جدا بشاد دوزت كاستينغ بنادم هنا اش كيوقع؟ كيولي هذاك الصوت فاق الثقه في راسه، كيقول هادو ما اختارونيش اذا وقيلا انا ما كنعرفش، مع انه واعر. كيحطموا المعنويات، كيحطموا حتى ذاك الطموح ديال الانسان اللي كيكون غادي به باش باش يشارك وباش يوصل. وهذا الشيء وقع بزاف الحوايج، وقع لبزاف الناس وربما وقع لي انا شخصيا. يعني كنقول لك انا نعرف اصوات في مستوى عالي جدا شاركت في الكاستينغ الاول اللي كيجيو كينتقيو فيه الاصوات من المغرب وما كياخذوش، كنقول لك لدرجه ان 90% من الاصوات. كنعرف ناس كيجيو عندي كيقولوا لي راه مشينا شاركنا في البرنامج وما خداوناش، هو راه كيلعب الدنيا بالصوت ديالو، يشهد له القاسي والداني، كيشهد له الاستاذ وغير المستمع العادي بانه صوت خارق للعاده. كياخذ ربما لانه خارق للعاده ما كياخذوش. انا كنقول لك غير في العدد ديال الاصدقاء اللي كنعرف هنا مطربين واصوات رائعه، راه عدد لا يعد له احصى على مستوى التراب الوطني كامل، اصوات تسمعها وحده تنسيك في اخرى. كاين واحد الفوبيا من 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 الطاقات الفنيه المغربيه وحتى من الفنانين، انه دابا هذه وقتنا، هذه وقت الفن المغربي باش ينتشر. دونك خص الجهود كله تضافر باش هذا الشيء يوصل، باش هاد الاصوات وهاد هاد الطاقات وهاد الابداعات توصل للعالميه. خاص فريمون واحد المجهود كبير، ماشي غير الفنانين اللي كيبذلوه، حتى الجهات المسؤوله، حتى الناس يعني القطاعات كلها اللي عندها علاقه بالثقافه والفن خاصها تتضافر باش الاشعاع الثقافي الفني ديالنا يوصل لابعد الحدود. لذلك كيف قلت لك الحمد لله يعني حنا كنفتخروا بفننا وباصالتنا وبعراقتنا، ولكن كيف قلت لك هاد الامور هذه كتحصل بزاف. We'll be right back.